الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال، معنا اليوم رائد الأعمال المميز الأستاذ جورج من ديجي تيك. أهلا وسهلا فيكم بديجي تيك. أنا اسمي جورج غزال، أنا مدير الشركة، أنا سوري جنسية، دارس قسم محاسبة كلية الاقتصاد جامعة دمشق. جيت على الإمارات 2004، اشتغلت بأكثر من شركة بنفس المجالات اللي انتو شايفينها هلأ. نحن شركة مختصة ببيع معدات التصوير السينمائية والفوتوغرافية لصناع المحتوى، لشركات الانتاج اللي بيصوروا مسلسلات، وحتى للقنوات الفضائية. بلشت القصة عندي تتطور أكثر لما أنا كنت صغير. أنا والدي وجدي كانوا يشتغلوا بمواد التصوير، وكانوا يبيعوا المواد اللي بتعمل الصور الأبيض والأسود، يلي بياخد المصور وبيدخل الغرفة المظلمة بيحط المواد فبتتفاعل بطريقة معينة وبتطلع الصورة أبيض وأسود. فكنت بتذكر أنه كان عندي شغف بالموضوع، أنه لما كنت أنزل معهم ساعدهم بالشغل وبهي المواد، وبعدين كيف اتطورت القصة للملون. أنا عم بحكي على الفوتوغراف مش على الفيديو طبعا. فحبيت اطور هاي القصة بعد ما تخرجت من الجامعة. ولما اجيت على الامارات اشتغلت باكثر من مجال له علاقه بهذا البزنس. و2012 قررت انه بلش البزنس الخاص فيني وافتح شركتي ونكون مكان مناسب لاي حدا محتاج معدات وما نعرفان يبني السولوشن اللي بده اياه. بيجي لعنا، نحن عنا رينج كبير كتير من المعدات، بحيث انه هو فيه يشوف، فيه يجرب، فيه يتعلم، وفيه ياخذ النصيحه المناسبه. لانه كل صانع محتوى حسب المشروع اللي عنده بيختلف احتياجاته من المعدات اللي لازم يستعملها. فنحن شغلتنا انه ننصح ونورجي شو بيلزمه لحتى نعطيه الخيار المناسب، وطبعا باسعار مناسبه ضمن ميزانيته. استاذ جورج، ممكن تخبرنا ما هي المعدات والبراندات اللي ميزت ديجي تيك في ظل المنافسه الشديده في دوله الامارات؟ نحن الرينج تبعنا فيه أكثر من 50 يمكن ل70 براند. بنشتغل بكتير براندات كلها عالمية مشهورة بين المصورين، بيعرفوها كتير منيح، بس منركز على الأشياء يلي بيحتاج السوق، لأنه في أسواق بتختلف حاجاتها عن أسواق تانية. عنا الإضاءة بالدرجة الأولى، عنا الكاميرات ككاميرات فوتوغراف، ككاميرات فيديو، ككاميرات سينما، وككاميرات برامج حتى وتلفزيونية. عندك الإضاءة كمان، في عندك إضاءة الاستوديوهات، وعندك إضاءة السينما والدراما، وحتى اللي بيعملوا صناع المحتوى اللي بيعملوا على اليوتيوب والشانلز. وبالنسبة للأوديو كمان بنركز على الأوديو المرتبط بصناعة التصوير وصناعة المحتوى، اللي هي الميكروفونات، اللي هي برامج الاوديو اللي بتنضاف على الايديتنج مثلا. بنركز حتى على سوفت ويرات الايديتنج وعلى وحدات المونتاج ووحدات التخزين. يعني باختصار كل شيء، كل البراندات اللي لها علاقه بمجالنا نحن بتلاقيها افيلبل عندنا. يلي بيميزنا عن غيرنا انه نحن دائما ندرس السوق ومنكون قريبين كثير للكاستمر لحتى نعرف هو شو بيحتاج اكثر. بناء على هي الدراسات اللي بنعملها بنحاول نركز على البراندات والايتمات اللي بتكون موجوده عندنا، ولكن هي تفاصيل صغيره كتير، بس هي وقت حاجتها للمصور هي كتير شغله كتير مهمه، لانه التفاصيل كتير كبيره، وخصوصي بالاكسسوري. يعني انت بتفكر انك انت بتشتري كاميرا وبس، هي الكاميرا لها اكسسوارات كتير كتيره ومتعدده، ولازم نحن نفكر على المصور ونعيش الحاله كانه نحن معه باللوكيشن ونعرف شو ممكن يلزمه. أستاذ جورج، بعد النجاح الرائع خلال السنوات السابقة والسمعة اللي اكتسبتوها في ظل المنافسة في الإمارات، ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية لديجي تيك؟ نحن دائما بنحاول نطلع لقدام والدنيا كيف عم تتغير، والجيل الجديد عم بيصير كيف يتغير مع المجريات اللي عم بتصير. لاحظ انت من الاي اي شو صار، وشو صار بعد كوفيد. فالدنيا كثير راحت للاونلاين، راحت للسوفت وير، راحت للستريمينج. هي اشياء كلها حطيناها بعين الاعتبار وركزنا عليها كثير انه نطورها ونشتغل عليها، ولسه عم نشتغل عليها لقدام. بالاضافه انه اذا بتشوف من الرينج اللي عندنا، نحن هلا عندنا موتورايز كاميرا او روبوتك كاميرا، عندنا روبوتك ارم ممكن عن طريق البرمجه يشتغل. فانا برايي اهم شيء نحن بنشتغل عليه بالمستقبل انه نحن نركز على حالنا وعلى تطوير حالنا وتطوير الستاف عندنا،
بطريقة أنه نقدر نكون سباقين بأنه نحن نعرض الحلول على الكاستمر. أحيانا بيجيك الكاستمر ممكن ما يعرف الحلول أو ما يعرف شو بده، فنحن لما بيشوفنا نقدر ننصحه أو نقدم له شيء مميز عن غيرنا، أكيد بيكون لنا الأفضلية عن باقي المحلات الموجودة بالماركت. أستاذ جورج، من خلال خبرتك الطويلة كرائد أعمال وكمقيم في دولة الإمارات، ما هي نصيحتك لرواد الأعمال الجدد اللي حابين يبدأوا عملهم الخاص داخل الإمارات؟ دبي هو مكان جدا مناسب لأي شخص حابب يجرب يخوض تجربة مختلفة عن باقي، خلينا نقول، دول المنطقة، بسبب التسهيلات الموجودة، بسبب الأمان المتوفر بالبلد، وبسبب سهولة الإجراءات وحصول على التراخيص وسهولة إدارة البزنس، بحيث أنك أنت ما بتشغل بالك بأشياء تانية بتضيع لك وقتك، بيكون عندك وقت فعلا تركز على تطوير شغلك ومهاراتك. أستاذ جورج، بالنهاية بدنا نعرف ليش اخترت دولة الإمارات لتبدأ منها منصتك وعملك الخاص. أنا بحب دولة الإمارات، أنا من وقت ما كنت مقيم فيها وأنا بعتبرها بلدي الثاني، والأمان الموجود هون والخدمات الموجودة هون وطيبة العالم الموجودة هون شيء كتير مميز، أنك أنت تحسه أنه مكان تاني، بيتك التاني. وأنا بحب أشكر دولة الإمارات اللي قدمت لنا كل هاي التسهيلات والأمان أكيد لحتى نقدر نبني أشغالنا ونعيش بأمان ونحس حالنا عايشين ببلدنا التاني. بالنهاية بنتخبرنا وتخبر جميع المشاهدين بتابعوك حاليا كيف نقدر نوصل ونتواصل مع ديجيتك. نحن موجودين بدبي ببورت سعيد رود مقابل سيت سنتر ديرا، وبتقدروا تواصلوا معنا عن طريق الويب سايت أو الأرقام الموجودة عندكم على الشاشة، وأكيد بتتابعونا على قنواتنا على السوشيال ميديا. نحن عم نشتغل على مشروع جديد أطلقناه من فترة قريبة، هو شركة تانية اسمها كام أوردرز، بناء على شو حسينا محتاج السوق، لقينا أنه في بوتنشل عالي للمصورين بحيث أنه هن يتواصلوا مع بعضهم ويتبادلوا البضائع يلي عندهم إياها سواء بالبيع أو بالأجار. فنحن أطلقنا شركة جديدة اسمها كام أوردرز، هي عبارة عن بلاتفورم، بس حبينا نخلق فرصة جديدة كوميونيتي جديد للمصورين بحيث انه هن يتعاملوا مع بعض عن طريق هذا البلاتفورم. كمان بتلاقوه مكتوب على الشاشه وله ابلكيشن من ابل واندرويد. شكرا جزيلا استاذ جورج، بتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. شكرا. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.